الو، السلام عليكم. رجعت لكم اليوم مره ثانيه بارك. سوري انا امس ما حطيت فيديو، كنت قاعد اجرب شغله بعدين لعبت السيزون الجديد مال فورتنايت. اليوم انا راح اسوي كم شغله. جت الفكره ان اسوي بيس ثاني، مكان ثاني وقريب مو بعيد، لان البيس هذا الصراحه مو هو عاجبني، بس انه في وايد اشياء انا مو عاجبتني. يعني اول شيء انه هذيلا كل دقيقة مطشرين، و هذيلا الانفورسر شنو اسمهم ولا ديفنس يونت كل دقيقة جايين، و شوية البيس مو مرتب. راح اخليه، راح استفيد منه، راح اسوي فيه شغلات اكيد، بس ما ادري شنو بالضبط. يعني اقصد راح استعمل هيك شنو يعني. فشنو بسوي انا الحين؟ بجرب اسوي التك بريدج. حلو، الفكرة اللي بسويها وين التك بريدج؟ هذا هو. عشان اجي اسوي كان اسوي تك بريدج، ولا مرة جربته فانا ما اعرف شلون طريقته. وبسوي تك بانس مرة واحدة. بسم الله. اتوقع ان التك بانس تخليك سريع. ام بيب التك هذا اللي اقدر اسويه طبعا، ما اقدر ازيد اشياء لان ما عندي بوليمر، لازم افرم بوليمر مرة ثانية. وين اللي اسمه؟ كاهو. حلو، بسم الله. خلا الونه عشان ولا نلبس هذا، نلبس هذا. خلي قص اللحية لان اذيتني، ما احبها. اوكي صار شكلي احلى. ابي اسوي داي بعد مرة واحدة، فنستعمل هذا. نحتاج ناركوبري، نروح نجيب ناركوبري، ماكو مشكلة. اوه في اوتر هني، شلون اسوي له تيم؟ هذا بسوي له تيم عجيب، لانه قاعد ادور ذيك مرة. دراج فيش، دراج فيش تو فيد، خلني بلا فيش. على طاري السيرفر والمودات، ربي اللي ذيك مرة انا جاي بدش بلعب ولا ما قدرت ادش، حطوا مود جديد. سألتهم شنو اللي حطوه، ولا حطوا التنانين اللي هو الويفرنز ولا الوايفرنز، وحطوا هذا الروك تريك، وشنو بعد الجريفن هو كذاب. عجيب. وش اسمه، فحطوا الكريتشرز هذول مرات الماب الثانيه بهالماب هذا، فاقدر اسوي لهم تيم. فان شاء الله يعني راح عن غريب ان شاء الله، بس لازم لان الحين صار عندي وايد اشياء بسوي. بسوي بيس جديد، وبروح اباري باس، اكيد شي ما راح ننسى صح، وباري باس. وشنو بعد؟ واصيد هذول التنانين، الله اخذ بيضه التنين. شنو بعد؟ ودي اسوي انفورسر ثاني الصراحه. يعني هذا كم ليفل؟ 13. اذا وين راح الاوتر؟ نشوف هني. نقزة وايد صعبة ترى، وين راح؟ لو مسوي تك هلمت لو ادري وينه صح؟ لو صايده، بس لو اجيب هذا ما اقدر اشوف منه. هذا هو، هذا هو شنو صح؟ ايوه كاهو. شلون يعني دراج فيش؟ دراج اي فيش تو فيد. يعني لازم اتله سمكه. اوكي فهمت فهمت فهمت. كان هذي كم سمكه هني؟ اوكي اوكي طول بالك. دراج والله شكبرها، والله كبرها. تعال يا ابو الشباب. تعال كل سمكة. أيوة ستة، نايس. سميه أوتي. حاليا بعدها اللي عنده اسم، أوه داس براسي. اللي يلاقي الاسم خلي يكتب بالكومنت. وايد حلو شكله، طيب عجيب. وايد حلو. أنا نصبغة بعدين، بس ما أدري شلون نصبغة. نشوف شو يسوي هذا أصلا. نخلي باسيف. بيهيفير ما ادري. المهم خلنا جاي هني عشان الماي. شكله غريب على راسي. هنقطه هني نخليه تلقائيا، بعدين نشوف سالفته. لا تلحقني. اوكي انا جاي عشان داي صح. اوكي الحين انا جبت الداي. خلا الون السوت، انا ودي اغير الاحمر اللي على اللي فوق.
يعني انا احب اللون الاحمر بس مو حلو الصراحة، يعني ما ادري شو، مو وايد غوي، فبخليه احمر بس مو للدرجة، هذا تو ماتش احمر، وايد احمر، فخليه او في عندي اسود، انا ليش سويت داي؟ خليني اسود، يا ماكو مشكلة. خلينا نغير الفوق عشان اخذ فكرة عامة عين يعني شنو ابي اسوي تحت. شوف من ورا صاير وايد احمر، خلينا نغير هذا، مو حلو كذي، لا يعني هذا ليش ما كل نخلي كل اسود ما عدا الليتات حمراء، هنشوف شكله. اي حلو، هنحاول نسوي نفس الشيء، هذه الليتات صح، ليتات حمراء، الباقي كله اسود. حلو والله، سبيل لازم اكمله، لازم اكمل السوت كامل. البوتس انا الشيء الوحيد اللي ناقصني اللي ما اقدر اسويه لان ما عندي الانجرام عشان هذا، ما ادري سالفته، والجلوفز وهذا اقدر اسويهم عن غريب ان شاء الله، بس ترى وايد شكله حلو، وايد حلو. وما انا على بالي ان اذا عندي هذا خليني اركض بسرعه. Highly advanced leggings that allows for powerful forward movement. Equipping requires. اوكي ما ادري شلون powerful movement، هنشوف. اوكي اتوقع عرفت شلون، خلاص لازم hold down control. The item requires element function. ما عندي function. ما عندي element. اوكي. element. هذا 16 كافي. اوكي. حد عجيب. بس حد سريع. حق النحشة وايد زين ترى. وروح. راسه احس نفسي ذا فلاش، امشي اني ذبحت الفرصة. زين ديربيلتي، زين والله والله. كم برونتو موجود، مرة طقيت برونتو هني وطشر بيتي. المهم خلني لابس مثلا، خلني استانس فيهم شوية، خلنا اروح اشوف سالفة التك بريدج. انا الفكرة اني انا بسوي بيس هني، يعني ادري الحين القريب ماكو فايدة، يعني اسوي بيس هني، هذا المكان وهذا المكان هناك وهذا المكان وهذا المكان، يعني بسوي اربع بيسات، ولو هو بيس واحد بس تشنهم بيوت، بخليهم وكل بيت فوق فوق هذول الاماكن. هي فكرة، انا مو متأكد بسوي شي ولا لا، لان ما ادري شلون بسوي هذا، يعني هذا المكان شوية وايد عالي فراح يصير سخيف، بس بشوف. انا عشان كذي قلت بجرب التك بريدج، بشوف شلون طريقته، يعني نشوف اذا راح احط هني، بس ما راح اسوي شيء. اكتيفيت. اوكي ان هذا البيجينينج وهذا الاند، خل اجيب الديمو جن. اوكي هنشوف، هذا البداية. اتوقع لانه وايد بعيد هذا المكان، خلينا نجرب اقرب، نجرب من هني لهني. اتوقع هم مسوين تاك برج حق الاماكن هذي، انا يعني احس حيل شي مسوين هم. ليش؟ كل شذي كاشف على طول، صار السناب كل شذي. pick up allowed 25 seconds remaining. مو هم انا عندي التك، شو اسمه؟ اي تك. deactivate يروح، اكتيفيت يطلع، عجيب وايد حلو ترى، وايد حلو. بس لازم يعني احطه بأماكن زينة، يعني مكان صح. انا افكر هني مثلا اسوي بيس معين صغير، واحط مثلا اندستريال فورج هني، اجيبها اقصد تك ريبليكيتر، يعني انا ودي، لان المكان هذا حلو، وايد حلو، وايد عاجبني انهم شلون في مكان مرتفع، مثلا هني احط مكان حق جاتشا ولا مكان حق طيور ولا شيء كذي، يعني هذه الفكرة العامة، بس ما ادري اذا بسويه ولا لا، لانه وايد شغل، وانا وايد بس قاعد اسوي بيسات تقريبا، قاعد اسوي وايد اشياء، يعني انا ودي اباري بوصات، ودي كذي يعني، فما ادري انتوا قولوا لي تبوني اسوي البيس هذا اللي هو اخلي يعني كذا بيت فوق هذه الاماكن، او اني اروح اسوي تيم وباري بوصات وكذي. هذه الفكرة العامة، بس ما ادري شلون حتى راح يصير ترتيب، لان شوف هذا المربع ولا هذا
تاور هو اكبر واحد فيهم كشكل، كطول اقصد، وكعرض بعد، يعني في وايد اماكن اقدر ابني فيها يعني، عرفت شلون؟ وهذا شوية صغير بس في وايد مربعات. وبعد وين الثالث؟ هذا بعد، هذا زين، هذا شلنا فيه حديد هني اذا ماني غلطان، بس انا سويته. وحتى شوف عندي بعد ممر تحت اقدر احط فيه اشياء، يعني في وايد مجال انا احط ديناصوراتي هني. بس العيب الوحيد اذا كان عندي ديناصور ما يطير مثلا تيركس ولا شيء كذي، لازم اسوي لهم الفيتر. فالفكرة ان انا بعد يمكن اسوي الفيتر، في تك الفيتر، خلينا نشوف تك الفيتر. اي كان في والله، شلون طريقته هذا؟ اوكي، يعني هذا اذا حطيته راح يوديني فوق وتحت على طول. فمثلا اذا انا قلت احطه هني هالمكان، لا مو هالمكان هني مثلا، نقول اذا حطيته هني وحط واحد ثاني فوقه، استعمل الالفيتر راح يساعدني هني على طول هني، عرفت شلون؟ فمشروع اني استعمل الالفيتر بين استعمل البرج عشان نسوي كونكشن بين هذا وهذا وهذاك. ففكرة والله راح يصير حلو حيل، ترى حيل حيل حلو راح يصير، بس يبي لها تفكير وتخطيط وايد. فاذا بسويها لازم اقعد افكر عدل واخطط عليها، اخطط حق المشروع عدل يعني، لان ما ابي اسوي شيء اخشى ما يطلع حلو. فان شاء الله نشوف هذا شلون طريقته. خلا اروح اشوف اللي هم قالوا عن اللي ربي قالوا لي عنه، اللي هم اخر اللي شو اسمه، اللي هو الصفراء الوايفرن والجريفن والروك دريك، لان ما حطوهم وحط الاكس. خلينا نشوف اذا انا بعد شنصت ولقيت اج مره واحده ناخذها، ليش لا؟ صح، بس راح يصير صعب. وبروح بالماجمر هذا، بالماجنا مقار ايش يسمونه هذا. فيعني اذا قدرت اخذ، ليش لا؟ قط هذا هني، هذا ما ابي راح يذيني شذي، ابي التولز العاديه عشان اذا مت ما يروح علي كل شيء. تسام هذا ليش لا؟ اوكي، انا لما كلمتهم قالوا لي انهم حطوهم ب اخر شيء فوق الماب، صوب هذا اللي انا اخر مره رحت صوب التنانين اللي قلت في المسخره كلها كانت هناك هناك. فهم يعني زادوا المسخره خلوها دبل، يعني بدال بس تنانين هي صار في جريفن. جريفن التيم ماله حد سهل، واذا سويت له تيم يعني هو صراحه احسه حيل او بي، لانه وايد اشياء تقدر تسوي بالجريفن. تقدر تطلع سلاحك وتطق وانت قاعد تتحكم فيه وانت تطير. فمثلا اذا انت بتصير تكوتسل تقدر تسوي له سولو تيم اذا عندك جريفن. فالجريفن وايد زين، هاي يبيله نسوي له تيم مره، بس لازم نسوي له تراب عشان تسوي له تيم. اوكي، انا اتوقع اسهل شيء اني اقدر اسوي له تيم ولا اني اصيد اقصد من هذول الجريفن والروك تريك والوايفرن، اللي هو الروك تريك، لان تقدر تبوك بيضته وتنحاش، يعني ما راح يسوي لك شيء، خصوصا بالماب، لان ما يعني تقدر تطير بالماب، لان هو بالماب الاصلي ماله اللي هو ابريشن، ما في ولا ديناصور بالماب يخليك تطير الا الجلايد، وهو الوحيد اصلا شنو يصير تسوي يسوي جلايد. ف شو اسمه، يعني صعب ان انت تسوي له تيم ولا تاخذ البيضه مالته في ذاك الماب، بس هني عادي ان انت تقدر تطير. ولك اخذ ترانادون هذا اروح اخذ بيضته ونحاش، يعني كلش مو صعب. فخلنا نشوف انا شنو رايك. انا الحين تعقدت من هالجبل هذا، شي عادي الحين فجأة يطيح الديناصوري صح؟ اخر مرة ما عندي جلايدر، يعني ايش دعوة نفعتني حتى اخر مرة. انا صاحبي قال لي انه في نستس هني، بس ما ادري وين بالضبط، وما ادري ايش كثر داخل او ايش كثر برا، يعني هل هم قراب، هل هم ابعاد، هل هم فوق، هل هم تحت، اماكن صعبة، مو متأكد كلش، بس احاول ادورهم يعني. والله كم جيجا، والله والله الحين انا بالماب العادي نشوف واحد نخاف منه، هني انت قاعد تشوف كم واحد. بنحاول ندور نست، شنو يبدون، شنو هير ستايل كذاب، شنو هذا رومانتك، سلام. والله شوف اي هذول، هم هذول العاديين، هذا مو كرابت. تشوف شوف 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 جناحه، شوف جناحه عجيب ازرق، شنو ايس هذا، اي اقول ولك جناحه لونه حد حلو، حد حتى تركس له جناحه لونه عجيب عجيب عجيب. وين كاليسي، شنو هذا الشيء؟ اوكي معناته اذا تنانين عادية معناته مني في بيض بيض بيض، هذا شنو هناك نشوف، ما ادري، حاول ندور بيض، حاول ما يشوفوني التنانين معود.
في طريقة اسوي ملك صح؟ كيب البيست مو وايد صعب. انا اذا باخذ بيضة يعني، اذا يعني جايين ناخذ بيضة يعني، ما ادري هذا شنو. ودي اسوي له ماين لاشوف شنو هذا، كريستال هذا ولا شنو؟ شنو هذا؟ احلف زين. خل شي على السريع نطلع نطقها طقه. اوبسيديان وفلنت، هذا اوبسيديان، كل هذا اوبسيديان. والله مشروع هني نفرم، والله والله مشروع. مكان خطر شوي صح. كا نست، كا هذه نست. هلا اهبط هني. لا 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 اي بس خلاص نقعد كذي شويه استامنا. اوكي على بالي راس هذا. اوفيس نوت هناخذ عشان ليفل. اوكي انطل، ما ادري اذا اقدر اشوف من هني ولا لا. شوف هذا البويزن بعد شنو صح؟ بويزن وايفرن، اي بويزن. ابي انقل حلو كذي عشان اشوف. شنو ما في بيضه صدق، شنو ما في بيضه. شوف مو مبين، شنو ما في من بين شكله ما في. ودي اقرب شي اعطيها شي كوك لوك. هنشوف ما في بيضة. يبا اذا احنا داشين داشين فوقه ليش نخاف؟ والله اني قوي انا شي داش بينهم. ها اوكي زين، على الاقل لقينا نست وحده معناته موجودين يعني، لان انا ولا مره شفتهم. نشوف هني شنو فيه. صدق خوش مكان هذا حق بيس فلات، بس جاي على زاويه. بس ايش بتسوي بيس هني يعني مينون؟ اصلا شلون بتسوي بيس هني؟ يعني ما ابي انزل يم جيجا يعني. والله شوف اذا انا ببوق لي بيضة كذي مرة واحدة، اذا يعني اذا لقيت لي بيضة ناخذها. بس ابي يعني هاي ليفل، يعني اخذ تنين لو ليفل ما منه اي فايدة، ما منه اي فايدة صدق صدق ما منه اي فايدة. يعني تنين لو ليفل دمج ما يسوي شي، يشيل مو وايد. اتوقع هذا عندي اللي يشيل اكثر. ما حتى يعني ما تصير تنين عشان تشيل اغراض، يعني تنين تشيل اغراض وين هيبته؟ شوف في ناس ثانية انا قاعد اشوفها. شنو ما يبين وايد، شنو هذا الصوت؟ بينج. انا حاليا بس شفت نوعين من تنانين، ايس كادي نست ما فيها شيء صح؟ في شفت الحين شوف كادي نست بعد هم ما فيها شيء. ليش زين وينهم؟ شوف واحد في تل البيض في باق هني، واحد من ربعنا مات الظاهر. كافي نست هني صح؟ في واحدة ثانية هني بعد ولا كم نست في؟ ظهر واحد هني جاي بيحاول يبوق بيضة وتوهق. لا هذا مو باق. اوكي ما شنو هذا عيل، على بالي باق. زين ليش ما فيهم بيض؟ وين البيض؟ المكان عجيب ترى يعني كشكل، المكان وايد حلو. شنو هذا؟ شو الأحمر هذا؟ هذا افكت شكله صح؟ ترى صدق المكان وايد حلو يعني. يعني مكان جميل جميل حيل. ودي اسوي بيس هني بس صعب. صعب عيش يعني. انا ويني اصلا يعني؟ قول انا حتى مو بالماب كامل. الروك تريك فوربيدن زون اسم المكان.
هذول هما كا هذول النستات مالتهم، ما في شي نست، حتى هذا ما في شي. ولا كم واحد؟ اوكي وايد ترى وايد. شلون نهاية الماب يعني ولا شنو بالضبط؟ احس اني ما ابي اروح هناك صراحة، يعني احس انه في شي خطر، بس ودي اشوف، بروح اشوف في سرفايفل نوت هني. تيركسات جيجا، اوكي والله المكان اكبر ما توقعت، وايد كبير المكان. شنو هذا اللي بالماي؟ انا خوفك يطلع لي شي مايكرو رابتر ولا هذا بلوفيا شي فجأة ويعكر علي اليوم والله. اوكي طلعنا هني، هذا الاجرو هذا، هنوخر شوية. والله 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 المكان عجيب صدق، مكان وايد حلو. في مشروع نريد نروح يجيب لنا تنين على اليوم، بس حق اليوم هذا، اليوم هذا فيديو اليوم. ان شاء الله نشوفكم مرة جاية باكر ان شاء الله. الاسبوع هذا انا قاعد احط فيديوهات متاخر ولا قاعد انسى، لان شوي مضغوط انا هالايام، عندي امتحانات فاينل، عندي امتحانين فاينل يوم بيوم واحد. وبس وقت اتعب بالابديت الجديد مال فورتنايت، ف شوي الوقت وايد ضيق يعني، فما ماني قادر. المهم مشكور للمشاهدة، اذا عجبكم الفيديو واذا تبوني اسوي شيء معين قولوا لي، لان انا الفيديو صراحة ما سويت شيء، بس قاعد استعبط كم شغلة تك وجيت هني استكشفت المكان وطلع حلو. واذا تبون شيء معين قولوا لي، اكتبوا لي بالكومنت ان شاء الله انا اسويه المرة الجاية. مع السلامة.